لما ابتدى يحكيني، لما بوجه الحديث لإلي، انا بعدي بنت عمري 14 سنه يعني، ايفن مستحيه ايفن اساله او فيش هال، مش قادره، عندي كتير اسئله من جوا لكن مش قادره اطلعها. انت منجذبه مغموره في المسيح، مغمورة بس مش عارفه تعبري، بس مش عارفه اعبر يعني شو قصدك انه انا المسيح بدي، يعني شو قصدك انه هو مات كرمالي، شو قصدك يعني كتير في اسئله جوا بس مش عارفه اطلعها. فبذات الوقت قعدت اسمع شو عم يحكي مع اختي ومع خيي. هلا خلصت القعده وراح، وانا قاعده من جوا يعني من بعد ما هو ترك تقريبا 3 ايام، انا قاعده بنار، قاعده بنار وقاعده حسي حالي كنت بصحراء ماشي، وفجاه حدا جاب مي وفجاه دقت المي وبدي اكثر بس مش عارفه شو اعمل. فانا قعدت لوحدي، قعدت لوحدي ابتديت اقول له يا رب يعني بليز رجع لعنا لهالشخص، خليه يقعد يحكي عنك اكثر. وأنا قاعدة هيك بذات اللحظة، أنا قاعدة عم بحكي مع نفسي وبحكي مع الله، دق الباب. فرحت أنا اللي فتحت الباب، طلع هو الشخص ذاته على الباب، قال لي في حدا اتصل فيني؟ قلت له لا صراحة نحن أنا ما اتصلت فيك. قال لي لا في حدا اتصل فيني وأشر هيك لفوق، مستل مش فاهم عليه. هو قال أنا مش عارف، أنا قاعد بالبيت وأنا قاعد عم صلي سمع صوت بيقول له روح لعن بيت البزي هلأ. قلت له يس، انا كنت قاعده عم صلي، انا بدي المسيح وبدي يصير مسيحي وبدي هذا الحب يغمرني وبدي هذا كله اللي انت عم تحكي عنه، بس شو فيني اعمل، كيف فيني احصل عليه؟ فهو قاعد هيك طلع فيني وابتدى يبكي 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 يبكي. قال لي هو تفاجئ بالجوع اللي انا موجود عندي. فقال لي انا بالقعده كنت موجه كل الكلام لاخواتك، قليل ما وجهت لك انت الكلام. يمكن هو كان متوقع مقاومه أو كان أسئلة كان متوقع، لكن طريقتك بالكلام أن أنت عاوزة، فطبعا أي واحد فينا حد يجي يقول لي أنا عاوز المسيح طبعا إشي لأنه بالقعدة اللي صارت قبل 3 أيام كان في مقاومة كبيرة من خيي. قلت له أنا بدي يصير يعني بدي يصير مسيحي، بس شو فيني أعمل، كيف فيني يصير، كيف فيني أتقرب منه. فبتذكر كانت البساطة بالصلاة عملت something فيني مش طبيعي، البساطة إني كيف أتقرب لله. فيش داعي أنا أمشي بخطوات معينة حتى أقدر أقبله أو حتى أقدر أتقرب له. كل اللي عملت، كل اللي قال لي طب تعني نركع ونصلي، كنا مطرح ما نحن قاعدين، قعدت ركعت معه وقال لي، قلت له بس أنا ما بعرف شو بدي أقول. قال لي it's okay، أنا بصلي أنت ردي وراي. فبتذكر هو قاعد يصلي وأنا رد وراه وما فيني أشرح لك شو، كأنه أنا فجأة هيك نطيت ونزلت البحر وعم بسبح، عم بسبح براحة بحب بطمأنينة بسلام. ما قدرت أعبر عن هذا الإحساس إلا بالبكاء، بكيت بكاء مش طبيعي لدرجة هو قال لي فادي أنت ليش عم تبكي هالقد؟ قلت له بس أنا مش زعلانة، يعني غريب إنه أنا عم ببكي بس فرحانة. هو مرة بيختبر بكاء وفرح مع بعض، عادة الواحد بيبكي هو تعبان ومتضايق وزعلان، لكن مش عارفة إنه هيدا لمسة الروح القدس اللي لمستني، مش عارفة أتعامل معها حتى جسديا، مش عارفة أتعامل. كانت فترة غيرت حياتي كلها. هي اللحظة، هيدا اللحظة اللي شعرت إنه حياتك اتغيرت، حياتي قلبي تفكير بلحظة صار عندي تغيير. ما بعد يعني شكلي هو فادية هي لكن في تغيير من جوا.